بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحصة الثانية إن شاء الله في الدرس ديال لا تريغونومتري غادي نشوفو تتمة الفقرات. الفقرة اللي وصلنا لها الآن غادي نطرقو فيها لي فورميل اللي فيهم سينيس كاري دو أ كوس أو كاري دو أ اي طونجونت أو كاري دو أ. بطبيعة الحال غنحاولو نجبدوهم انطلاقا من لي فورميل اللي شفنا سابقا. شفنا كوس دو زا شحال كتساوي، ومننا غادي نستنتجو كوس او كاري ديال ا اون فونكسيون دو كوس دو زا. اذا كتشوف لا فورمولا اللي عندنا، دونك من هذه هي كتساوي دو فوا كوس او كاري دو ا موان زان، طبيعه الحال كيكون سوا ا دون ار، ومن ثم كنحصلوا على التعبير ديال كوس او كاري ديال ا بهذا الشكل هذا. طيب بنفس المنطق، اذا شفنا هذه كتساوي ان موان دو فوا سينوس او كاري دو ا، من هنا نقدر نحصل على سينوس او كاري دو ا اون فونكسيون دو كوس دو زا. اذا كتلاحظوا الفورميل عندنا هما هادو، ويمكن لنا في الاخير نستنتجو لا فورميل ديال طونجونت كاري دو ا اللي هي كتساوي لنا سينوس او كاري ديفيزي بار كوس او كاري. سينوس او كاري يعني هاد التعبير ديفيزي بار هاد التعبير، تختزلو بجوج وكيبقى لنا هاد التعبير بهذا الشكل. الاحتياج لهاد لي فورميل كيكون في واحد العدد من التمارين، لهذا كيخصنا كل مره ونشوفوا كيفاش ممكن نستعملوها. اما في بعض الحالات كتكون على شكل كوس دوزا، وتيكون الهدف هو نتخلص من هاد الكوفيسيون هذا ديال الوسط. اذا ملي تيكون عندي الهدف هو نتخلص من هاد الكوفيسيون كنستعمل هاد الفورميل، ولكن تظهر فيهم هنا او كاري، تيكون ديك الساعه في الاكزرسيس ما عندناش مشكل في الكاري. في دوتر اكزرسيس تيكون العكس، تيكون عندك الهدف من يعني باش توصل للنتيجه المطلوبه تيخصك تخلص من داك الكاري اللي عندك هنا، فهمتي؟ اذا باش تخلص من داك الكاري تيكون يعني الطريقه هو استعمال هاد لي فورميل، ورغم ان داك الشيء غيخلي هنا غيولي عندك واحد الكوفيسيون، تيكون في هذاك النوع ديال التمرين تيكون ماشي مشكل. اذا الاستعمالات تبقى على حسب الوضعيه اللي انت فيها. طيب دونك خلينا على شكل رومارك الاستعمالات دونك بهذا الشكل، وكذلك يمكن لنا تعابير بحال هكذا، يعني على شكل واحد بلس كوس ا او لا واحد موان كوس ا او لا سينوس ا، نعوضهم اون فونكسيون دو شي يعني ديال شي تعبير فيه ا ديفيزي بار دو. كتلاحظوا مزيان هنا، ردوا معايا البال، هنا عندنا ان بلس كوس ا ايغال دو فوا كوس او كاري ديال ا ديفيزي بار دو. نورمالمون لا فورميل كانت هكذا، ان بلس كوس دو زا ايغال دو فوا كوس او كاري دو ا، ثم بحال كنوضعو ا ايغال ا بريم ديفيزي بار دو. بحكم هذه راه صحيحه كلك سوا ا من ار، اذا صحيحه حتى من اجل ا كتساوي ا بريم على جوج. اذا عوضنا كتولي 1 بلس كوس 2 فوا ا بريم ديفيزي بار 2، دونك كوس ا بريم ايغال 2 فوا كوس او كاري ديال ا بريم ديفيزي بار 2. المهم الاستعمالات ديال هادو حنا غادي نشوفو ان شاء الله في مجموعه من التمارين. غادي نشوفو في هاد ليكزومبل عندنا، دونك سوا اكس ان نومبر ريال، غادي نبينو بان 1 بلس كوس اكس موان سينوس اكس ايغال 2 فوا راسين دو 2 فوا اكس كوس اكس ديفيزي بار 2 فوا كوس اكس ديفيزي بار 2 بلس بي سير 4. المهم في هاد الحالات هادو في الحصة الماضية رانا بطبيعة الحال تنحاولو نشوفو التعبير اللي هو اكثر تعقيد ونحاولو نبسطو تيكون افضل لينا، ولكن رغم ذلك غنحاول نطرق معاكم من هاد التعبير هذا. اذا بالنسبه لهذا الاول، دونك لدينا pour tout x appartient à R 1 plus cos x moins sin x كيساوي. ملاحظات مهمين مزيان، يعني خصك تشوف مزيان شنو النتيجه اللي خصك توصل ليها، وشوف شنو عندك في هذيك النتيجه. واش عندك لي كاري مثلا، واش عندك مثلا بحال هنا اكس وهنا اكس ديفيزي بار 2، بحال الملاحظات باش كتعرف اش من فورميل غتستعمل. اذا بما ان هادو فيهم اكس وهنا صبحات على شكل اكس ديفيزي بار 2، اذا خصني نستعمل هاد لي فورميل هادو، يعني اللي فيها كوس 2 زا، وغادي نطبقها على هاد النوع هذا. بحال مثلا هكذا 1 بلس كوس ا غتكون بدلاله ا ديفيزي بار 2. اذا غنعوض دونك 1 بلس كوس اكس ايغال هي 2 فوا كوس او كاري دو اكس ديفيزي بار 2 موان، بقات لينا سينوس اكس، غنطبق عليها هاد لا فورميل، هي 2 فوا سينوس x ديفيزي بار 2 فوا كوس x ديفيزي بار 2. بطبيعة الحال هادشي ما كيطلبش منك تحفظ هاد لي فورمول،
الحفاظه بهذا الشكل، كل حاجه تحفظها بوحدها، هادشي ما خدامش ليك انت كتلميذ ديال العلوم الرياضيه. كتحفظ الحاجه اللي بسيطه اللي غتبقى تحتاجها بزاف، وتجبد منها داكشي الاخر. يعني اللي خصك تكون ضابط بطبيعه الحال هو دي فورمي ديال كوس دوزا. كوس دوزا شحال كتساوي سينوس دوزا وطونجونت دوزا، هادو خصك تكون ضابطهم بسرعه باش تقجبدو وتخدم بيهم. طيب على كل حال باش نحاول نختصرو، اذا غادي نشوف على حسب ما هو مطلوب. اذا غادي نعملو بدو وبكوس اكس ديفيزي بار دو. اذا دو فوا كوسينوس اكس ديفيزي بار دو فاكتور كوس اكس ديفيزي بار دو موان، هنا كتبقى لينا سينوس اكس ديفيزي بار دو. مزيان، دونك حنا وصلنا لهاد الصيغه هادي. طبيعه الحال كنلاحظ ديك دو هاي كاينه، كوس اكس ديفيزي بار دو كاينه. اذا هادشي اللي بقى لي هنا خصني نلقاه كيساوي ماذا؟ خصني نلقاه كيساوي راسين دو دو فوا كوسينوس اكس ديفيزي بار دو بلس بي سور 4. غادي نشوفو في واحد الفقره مواليه كيفاش التعبير بحال هذا، نردو بحال هذا، يعني نشوفو صيغه عامه او طريقه عامه بصفه عامه. دونك يمكن لك تطبق هذيك الصيغه اللي غنشوفو، او لا يمكن لك ترجع للسطر وتشد هذه بوحدها تحاول تبسطها وتلقاها كتساوي هذا الشيء هذا. انا غنحاول نسبق الاحداث شويه ونمشي معكم بالصيغه اللي غنشوفو من بعد. اذا غنقول ايغال 2 فوا كوس اكس ديفيزي بار 2 فاكتور، غادي نعمل براسين دو دو. ومن بعد غتعرفوا علاش عرفت بان خصني نعمل براسين دو دو، ماشي عرفت غنعمل بحيث مكتوبه هنا، وانما كاين واحد لافورمول اللي كنطبقوه باش نعرف باش خصني نعمل. صافي، اذا باش نحيد هذا القوس هذا. اذا فوا راسين دو دو عامل، دونك غتبقى لي راسين دو دو سيغ دو فوا كوس اكس ديفيزي بار دو موان راسين دو دو سيغ دو فوا سينوس اكس ديفيزي بار دو. اذا ملي هادي خصني في الاخر نلقاها على شكل كوس ديال شي حاجة، اذا خصني هادي تبان لي على شكل كوس ا فوا كوس بي موان سينوس ا فوا سينوس بي. اذا لاحظ خص يكون كوس ا فوا كوس بي موان سينوس ا فوا سينوس بي. بي هو اكس سيغ دو هو نفسه. اذا هاد اللي عندك هنا وهنا هذا في خص يكون فيهم هو على شكل كوس ا، وهذا خص يكون على شكل كوس بي. شكون هاد الا و بي اللي غيحقنا هادشي؟ هو بي سور 4، على اساس انا غنخلي الموان. لو كنت غادي باغي هنا البلوس غنشد الموان ديالها مع هادي ونشوف هادي هي الكوسينوس ديال ماذا بالضبط، فهم؟ ديك الساعه غتكون ديال 3 بي سور 4 مثلا. المهم ديك الساعه المهم حنا نناقشوا، حنا ما تيهمناش دابا هاد المسائل، نخلي الموان ماشي مشكل. يلا حيت حنا خصنا يكون نفس داك البي، نفس داك الايكون هنا وهنا، هنا قلت ا زعما بي سور 4. المهم كتساوي في الاخير، اذا عندي 2 فوا راسين دو 2 كوس اكس ديفيزي بار 2، اذا هنا غتولي كوس بي سور 4 فوا كوس اكس ديفيزي بار 2 موان سينوس بي سور 4 فوا سينوس اكس ديفيزي بار 2 كوس ا كوس بي موان سينوس ا سينوس بي. هادي لا فورمولي اللي فيها الكوسينوس، وكنقلبوا الاشاره بالنسبه للكوسينوس ياك، يعني غتعطينا هي ماذا؟ هي كوس ديال ا بلس بي. دونك هي 2 راسين دو 2 فوا كوس اكس ديفيزي بار 2 فوا كوسينوس ا بلس بي، يعني اكس ديفيزي بار 2 بلس بي سور 4، وهذه هي النتيجه المطلوبه. مزيان، اذا هذا كان يعني لو بروميير اكزومبل. نشوف لو دوزيام اكزومبل. اذا خصنا نلقاو بان ان موان سينوس ا ديفيزي بار ان بلس سينوس ا ايغال طونجونس او كاري ديال بي سور 4 موان ا ديفيزي بار 2. اذا جينا نحاولوا نستعملوا لي فورمول زعما هادو اللي شفنا الان، طب يتحل على اساس اذا بغينا نطرقوا من هادي، فهم؟ دونك اذا بدينا نطرقوا من هنا، يعني ان موان سينوس ا، هنا كتلاحظ عندك ا ديفيزي بار 2، دونك تتقول سينوس ا غنستعمل فيها هاد لا فورمول. ولكن واخا تستعملها هذيك ان موان 2 فوا هادي فوا هادي ما غتفيدك فوالو في الحقيقه، زعما في حيث التبسيط ما عندها حتى شي فائده. اذا علاش ما نفكروش بطريقه اخرى؟ علاش ما نفكروش ان هاد السينوس اللي عندنا هنا وهنا نردوه على شكل كوسينوس ديال شي حاجه؟
حيت الا رديتي على شكل ام موان كوسينوس هتقدر تعوضه بهاد لا فورمول اللي فيها السينوس اوكاري اللي غنحتاجوها تكون في البسط هنايا، وهذه الا رديناها ام بلس كوسينوس غتعطينا هذه اللي فيها كوس اوكاري اللي غنحتاجوها في المقام ديال طنجونس اوكاري. صافي، اذا هذه الفكره اللي غنمشيو بها بكل بساطه. اذا ام موان سينوس ا ديفيزي بار ان بلس سينوس ا égale à 1 moins cos pi sur 2 moins a divisé par 1 plus cos pi sur 2 moins a. Mais bien. D'abord, 1 moins cos pi sur 2 moins a. Ratatina. Ou bien, je vais vous dire que les formules, je vais vous dire que 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 je vais صافي 2 فوا اكس. من بعد تعرف انت الاكس شنو هو الكوس ديال 2 فوا اكس. عندنا فيها ثلاثه ديال الفورميل، حنا نشوف غير جوج المهمين. اذا عوضناها هي 2 فوا كوس اوكاري ياك ديال اكس ديال اكس موان زان. اذا هنا ام عليك موان مع الموان غتولي بلوس، غتولي هنا 2 موان 2 فوا كوسينوس اوكاري. دونك غنعقدو التعبير، اذا نعوضوها بلا فورميل الاخرى اللي هي كتساوي 1 موان 2 فوا سينوس او كاري ديال اكس، وهي في الحقيقه اللي غتنفع هنايا. نفس القضيه هذه، شوف هي كوس ديال 2 اكس وغتعوضها ب 2 فوا كوس او كاري ديال اكس موان زان. فهم هذا هو الاسهل. اذا دونك الا عوضنا بهذاك الشكل قلنا غتبقى هي 2 فوا سينوس او كاري. اذا كانت هذه كامله هي 2 فوا اكس، اذا ناقصني اكس بوحدها، يعني هذا الشيء اللي هنا غنقسمه على 2. قسم على 2 غتولي بي سور 4 موان ا ديفيزي بار 2. هنا ايضا غتولي 2 فوا كوس او كاري، هادشي غتقسمو على 2، دونك بي سور 4 موان ا ديفيزي بار 2. وهادي كتعطينا في الاخير هي طونجونس او كاري ديال بي سور 4 موان ا ديفيزي بار 2. اذا كان هذا ليكزومبل نيميرو 1. واخا، طيب دونك تنظن كان حطيت انا غير اكزومبل واحد. على كل حال دابا في الفقره المواليه واحد ثلاثة غادي نشوفوا واحد لي فورمي اللي هما مهمين صراحه، واحد الانواع ديال التمارين غادي نشوفهم ان شاء الله اللي خصنا نعطيو فيهم لي فورمول ديال سينوس ا كوس ا اي طونجونت ا اون فونكسيون دو طونجونت ا ديفيزي بار 2. دابا هاد لي فورمول في الحقيقه عندهم واحد الاهميه كبيره بزاف، نقدروا ما تكونش الاهميه كبيره في حد في هذا العام هذا، ولكن بالنسبه لكم العام الجاي ان شاء الله مهمين بزاف بزاف، وحتى في لي كونكور حتى بزاف ديال الحوايج. لانه هاد القضيه ديال التعبير على هاد لي غوندور كاملين بدلاله طونجونس ا ديفيزي بار 2 كتكون مهمه في واحد الدرس اللي كتسمى لو كالكول دانتيغرال، حساب التكامل. غتعرفوا من بعد شنو هو الحساب التكاملي ان شاء الله. وفي حالات يعني من اصعب التكاملات اللي نقدروا نصادفوا تيكون عندنا واحد العمليه ديال شونجمون دو فاريابل، وفي هذيك العمليه ديال شونجمون دو فاريابل تيخصنا نعبروا على التعابير اللي عندنا كلهم بدلاله داك الفاريابل اللي درناه جديد. وفي الغالب بزاف الحالات تيكون داك الفاريابل هو طونجونت ا ديفيزي بار 2. اذا ملي كيكون عندك سينوس ا وكوس ا وطونجونت ا تما في هذاك التعبير كلهم تيخصك تعبر عليهم بدلاله طونجونت ا ديفيزي بار 2 باش كتسهل عليك العمليه الحسابيه تما. المهم لهذا هاد لي فورمول حاول ما امكن تضبطهم، يعني تفهم منين جات وتحاول تلقى ليها طريقه باش تجبدهم بسرعه، والامور سهله صراحه ماشي صعيبه بزاف. طيب اذا سوا ا نوم غيال بحيث ا يكون تيخالف بي بلس دو كابي، ويكون ا كذلك تيخالف بي سور 2 بلس كابي. يخالف بي سور 2 بلس كابي هذه باينه لان غنتكلموا على طونجونت ا مفهوم، ولكن علاش ا يكون تيخالف بي بلس 2 كابي؟ لان هذا لو شديتي وقسمتي على جوج، لان غنتكلموا ايضا على طونجونت ا ديفيزي بار 2 قسم على جوج بي سور 2 بلس كابي، يعني باش تكون لا فونكسيون طونجونت ديفيني في هذا ا ديفيزي بار 2، هذا هو علاش. المهم دونك لي فورمول اللي عندنا هما كالتالي، سينوس ا كتساوي 2 فوا تي بحيث تي هو ماذا هو طونجونت ا ديفيزي بار 2.
لو تو ديفيزي باغ 1 بلوس طونجونس او كاري ديال ا ديفيزي باغ 2. باش نكتبوها بصيغه تكون واضحه اكثر، دونك تنقولوا بان السينوس ديال ا كيساوي 2 فوا طونجونس ديال ا ديفيزي باغ 2 ديفيزي باغ 1 بلوس طونجونس او كاري ديال ا ديفيزي باغ 2. دونك بالنسبه للطونجونس ا عندها واحد الفورمول مشابهه، غير هي عندها موان الكوس ديال ا، عندنا هاد لا فورمول هادي. اذا غادي ندير واحد البروف غادي نحاول نبينوهم، نمشيو بالمراحل التاليه. شوف معايا مزيان، دونك عندنا السينوس ديال ا كتساوي، انا خصني نلقاها اون فونكسيون ديال هاد التعبير اللي فيه ا ديفيزي باغ 2. اذا غنقول هادي ايغال ا 2 فوا سينوس ا ديفيزي باغ 2 كوس ا ديفيزي باغ 2. مزيان. ثم باش نحصل على طونجونت ا ديفيزي باغ 2 خصني نقسم على الكوس ديال ا ديفيزي باغ 2. غادي نقسم عليها ونضرب فيها، دونك غتولي هكذا، هي 2 سينوس ا ديفيزي باغ 2 على كوس ا ديفيزي باغ 2 فوا، ملي غنضرب في الكوس سينوس اخر غتولي الكوس هذه فيها او كاري، كوس او كاري ديال ا ديفيزي باغ 2. وهنا كاين واحد لا فورمول اللي خصك تكون عاقل عليها ومهمه بزاف، هي انه اذا درنا 1 بلس طونجونت او كاري دو اكس فهي كتساوي 1 على كوس او كاري دو اكس. دونك منها نقدروا نستنتجوا اذا كان اكس بطبيعه الحال يعني تيعطينا مختار بواحد الطريقه بحيث تكون التعابير هذه معرفه، المهم غيكون عندنا كوس او كاري دو اكس كيساوي 1 على 1 بلس طونجونت او كاري دو اكس. اذا هاد الكوس او كاري غنعوضوها بهذا التعبير، وهذه راهي طونجونت ا ديفيزي باغ 2، يعني غتولي على هذا الشكل. دونك 2 فوا طونجونت ا ديفيزي باغ 2 وهذه هي 1 بلس طونجونت او كاري ا ديفيزي باغ 2. اختصارا للتعبير داك طونجونت ا على جوج سميناه تي. اذا انا درت معاك الصيغه البرهان ديال هذه، حاول انت دير البرهان ديال كوس ا وكذلك ديال طونجونت ا، تلقاهم بدلاله طونجونت ا ديفيزي باغ 2. دونك غادي ناخذ دو زيكزامبل دابا هنا. اذا سوا ا اي بي دو ريال دو لانترفال 0 بي سور 2 اوفر، غادي نبينو جوج ديال لي زينيغاليتي. غادي نبداو بالاولى بوتيتا، اذا خصنا نبينو انه 1 بلس 1 ديفيزي بار طونجونت ا اي انفيريور ستريكتومون ا 1 ديفيزي بار طونجونت ا ديفيزي بار 2. دونك اول حاجه غادي نحاول نرد كلشي بدلاله طونجونت ا ديفيزي بار 2. On a quel que soit a appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, elle a tangente a, et dans les semaines de les formules elle a, fait que ça fait 2 fois t divisé par 1 moins t au carré. Ça fait, c'est bien là. Il y a 2 fois tangente a divisé par 2. على 1 موان طونجونت او كاري ديال ا ديفيزي باغ 2. طيب اذا غادي نعوضو في هذا التعبير، وغادي نحاول ما امكن يعني الا مشينا بالطريقه ديال الفرق. دونك غادي نقولو الوغ غادي يكون 1 بلس، هادي غادي ندير المقلوب ديال هذا التعبير، يعني غتولي 1 موان طونجونت او كاري ديال ا ديفيزي باغ 2 على 2 فوا طونجونت ا ديفيزي باغ 2 moins 1 divisé par tangente a divisé par 2. Ça fait qu'on va faire ce qui est égal à 2 fois tangente a divisé par 2. On va faire 2 fois tangente a divisé par 2. Et on va faire plus 1 ou moins 2. On va faire 2. On va faire moins 1 موان طونجونت او كاري ديال ا ديفيزي باغ 2. صافي تتبان دابا ربما الامر واضح، يعني 2 فوا طونجونت ا ديفيزي باغ 2 هنا غادي نعملو بموان، وغادي يبقى داك التعبير غادي نستعملو مع الصيغه ديال ليدونتيتي ريماركابل، غتجينا هي طونجونت ا ديفيزي باغ 2 موان 1 لو تو او كاري. اذا باين بان التعبير ستريكتومون نيجاتيف،
وخصني نوضح علاش. كار A appartient à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2 implique bien 2A appartient à l'intervalle 0 pi sur 4 implique bien من جهة بلاتي كاع نديرو مرة واحدة يلاه طونجونت A ديفيزي باغ 2 غادي يكون محصور قطعا ما بين 0 و 1. La fonction tangente raha, c'est une fonction liée croissante vers l'intervalle. Ou bittali, retkon tangente a di, ou le 2, zafouen, chou drit. Hena, hena li ret. Donc hena, bwen qsad a divisé par 2, mèchi 2. Ça fait la qsab sa la juge chenay. Donc, tangente del a divisé par 2, m'hsour ma bin tangente del 0 et tangente del pi sur 4. Ou kha l'intervalle m'ftouh, قلت طونجون زيرو حيت ديجا كنقدروا نحسبوه حتى ديال بالنسبه للبي سيغ 4. هذا من جهه كيعطينا بان المقام راه ستريكتومون بوزيتيف، ومن جهه اخرى هذا مو هذا راه ستريكتومون نيجاتيف، غنرفعو او كاري غيولي ستريكتومون بوزيتيف، غنضربو في مو غيولي ستريكتومون نيجاتيف. طيب انا غير باش ما نزيدش نضيع الوقت، ممكن توضح هذا الشيء حتى لواحد المرحله اللي تبان لك صافي راه الامور فيها باينه. اذا بما ان الفرق ستريكتومون نيجاتيف، دونك هذا التعبير هذا اصغر قطعه من التعبير. المهم حنا عندنا في هادشي هذا هو استعمال هذوك لي فورمول. كيفاش غنبينو دابا بان الطونجون ديال ا بلس بي ديفيزي بار 2 اي انفيريور ايغال ا طونجون ا بلس طونجون بي لو تو ديفيزي بار 2. واخا نحاولو نشوفو فين نكتبو لا فورمول. اذا خصنا نبينو بان الطونجون ا بلس بي ديفيزي بار 2 اي انفيريور ايغال ا طونجون ا بلس tangente B le tout divisé par 2. طبيعة الحال أول حاجة هو خصني نفكك هاد التعبير، يعني عوض ما تبقى A بلس B وسط طونجونت، إذا خصنا نستعملو لي فورميل ديال طونجونت. دونك أون طونجونت A بلس B ديفيزي بار 2 هي طونجونت A سور 2 بلس B سور 2. طونجونت A بلس B بشكل عام هي طونجونت A بلس طونجونت B، ياك؟ إذا طونجونت A سور 2 بلس طونجونت B سور 2 سور 1 موان طونجونت A سور 2 فوا طونجونت B سور 2. دابا إلا وصلنا لهاد المرحلة غيبان لنا واحد الإشكال، اللي هو أن لقينا هاد التعبير بدلالة هادشي فيه A سور 2 و B سور 2، ولكن هنا عندك طونجونت ا طونجونت بي. الحل سهل هو ان حتى هادو غنعاونو نستعملو فيهم لي فورمول اللي شفنا قبيله. بمعنى اخر خلي هادشي دابا هكا ونرجع نشوفو. عندنا هاد الحاجه الاولى، ثم عندنا الحاجه الثانيه اللي هي ان ان دومي فاكتور طونجونت ا بلس طونجونت بي كتساوي هي ان دومي فاكتور. اذا طونجونت 2 ا باش كتفكر لي فورمول هي 2 فوا طونجونت ا على 1 موان طونجونت او كاري ديال ا. دابا غير هو عوض ا غنديرو ا سيغ 2، ياك؟ اذا 2 فوا طونجونت او كاري ديال ا ديفيزي بار 2، اولا هنا مكاينش او كاري عفوا، سيغ 1 موان طونجونت او كاري ديال ا سيغ 2. سنحيد هاديك باش متبقاش تبان هنايا، واخا نقادو، ياك؟ موان 2 فوا طونجونت b sur 2 ou la plus à fois là elle a 1 moins tangente au carré de b divisé par 2. هنا في هذه الحاله خصنا في الحقيقه نوحدوا هنا المقام ثم نديروا الفرق نوحدوا المقام مره اخرى، دونك الحساب غيكون معقد بزاف. لهذا عندي واحد الاقتراح، انه هنا غادي نوضعوا x ايغال طونجونت a ديفيزي بار 2 y ايغال طونجونت b ديفيزي بار 2، صافي نعوضهم باش نكتبو هادشي بصيغة بسيطة بزاف. يعني هنا غتولي على شكل x بلس y ديفيزي بار 1 موان x y، وهادشي اللي هنا غادي يصبح على هاد الشكل. دونك x على 1 موان x أو كاري بلس y على 1 موان y أو كاري. ألوغ دونك إلا درنا الفرق نبداو بهذا، أن دومي فوا طونجونت a بلس tangente B moins tangente A plus B divisé par 2. On dit ça, il y a un tabir à tani.
يعني اكس على ام موان اكس او كاري بلس ايكغاك على ام موان ايكغاك او كاري موان طانجونس ديال هذا التعبير هذا كاين هو اكس بلس ايكغاك على ام موان اكس ايكغاك. اذا غادي نحاول نوحد المقام واخا التعبير الحق يجي في حساب معقد دونك ام موان اكس او كاري فوا ام موان ايكغاك او كاري فاكتور ام موان اكس ايكغاك. اذا هنا غنضرب اكس في هذه في هذه اكس فاكتور ام موان ايكغاك او كاري فاكتور ام موان اكس ايكغاك بلس ايكغاك فوا التعبير ام موان اكس ايكغاك ثم موان اونتر بارونتيز اكس بلس ايكغاك ام موان اكس او كاري فاكتور ام موان ايكغاك او كاري. نديرو دابا شويه ديال التبسيط. اذا اكس في واحد في واحد هي اكس دونك اكس في واحد فنا دونك غتعطينا ناقص اكس او كاري في ايكغاك دونك عاوتاني موان اكس ايكغاك كاري موان اكس ايكغاك او كاري ثم غتصبح دابا بلس اكس كاري في ايكغاك على بويسونس 3 بلس ايكغاك ثم عاوتاني موان اكس ايكغاك او كاري يعني ايكغاك في واحد في هذه كنحاول نشرح يعني بسرعه ثم موان ايكغاك في اكس او كاري ثم غتولي بلس ايكغاك او كاري في اكس بويسونس 3 هنا عاوتاني المهم هادشي ياخد شويه الوقت. اذا موان اكس ياك اكس في واحد في واحد ثم موان اكس في واحد في هذه هتولي بلس اكس فوا ايكغاك او كاري نحاول نكمل لتحت هنا واخا دابا نشرنا اكس في واحد في واحد اكس في واحد فوا ايكغاك او كاري في هذه ثم دابا اكس في هذه ونشر على هادو جوج يعني هتولي بلس اكس بويسونس 3 في واحد ثم غتولي عندنا بلس اكس بويسونس 3 فوا موان اذا موان اكس بويسونس 3 فوا ايكغاك او كاري واخا هادشي فيه بزاف الحساب ولكن غنوقعو اختزالات. دابا غادي ندوزو لايكغاك طبعا موان ايكغاك في واحد يعني موان ايكغاك ثم موان ايكغاك فوا واحد فوا موان ايكغاك او كاري غتولي بلس ايكغاك بويسونس 3 ثم عاوتاني بلس ايكغاك فوا اكس كاري في واحد بلس ايكغاك فوا اكس كاري ثم موان ايكغاك تي فوا موان اكس كاري بلس فوا هاد الموان هي موان ايكغاك بويسونس 3 اكس او كاري موان ايكغاك بويسونس 3 اكس او كاري. صافي كنتمنى داكشي يكون هو هذاك والمقام ان موان اكس او كاري فاكتور ان موان ايكغاك او كاري فاكتور ام موان اكس ايكغاك. في الاخر غنبينو ان هذا المقام راه اصلا ستريكتومون بوزيتيف غنبينو علاش. يلا نشوفو دابا هادشي. اذا بعد الاختزالات عندي موان اكس اكس ثم موان اكس كاري فوا ايكغاك موان اكس كاري فوا ايكغاك هنا بلس اكس كاري فوا ايكغاك موان اكس فوا ايكغاك كاري ديال هادي بلس اكس فوا ايكغاك كاري اكس او كاري فوا ايكغاك بويسونس 3 ها هي صافي. اذا هذه تختزل مع هذه عندي بلس ايكغاك موان ايكغاك عندي اكس فوا ايكغاك او كاري اكس فوا ايكغاك او كاري ما كاينش عليها شي حاجه تختزل عندنا ايكغاك او كاري فوا اكس بويسونس 3 هادي مع هادي ياك ثم بقات لي ايكغاك بويسونس 3 ما كايناش هنا اكس بويسونس 3. اذا بقى لنا التعبير هذا اذا موان اكس فوا ايكغاك او كاري موان ايكغاك فوا اكس او كاري. اذا بقاو لنا جوج ديال التعابير هنا وبقاو لينا هاد جوج التعابير دونك بلس اكس على بويسونس 3 بلس ايكغاك على بويسونس 3 على داك المقام هما اكس و ايكغاك.
مزيان. دونك هنايا الى عملنا واخا جينا واحد العامل مشترك، اذا عملت مثلا هنا باكلاك غتجينا اكلاك او كاري مو اكس كاري، ولا عملت هنا باكس غتجينا اكس او كاري مو اكراك كاري. ممكن كاين التعميل. اذا قلنا الى عملنا باكلاك غتبقى لي اكلاك او كاري مو اكس او كاري بين هذا التعبير وهذا، بلس غنعمل باكس عاوتاني هنا اكس عامل. دونك غندير من الافضل هنا مو صافي، مو اكس عامل غتبقى لي اكس او كاري مو اكراك او كاري. لا عملت مو، دونك مش مزال هادي، يعني غتبقى اكراك او كاري مو اكس او كاري، مش بقى لنا بحال اخر على هاد التعبير هذا مو اكس اكراك. في الحقيقة تيبان لي كاين واحد المشكل، ربما لا ما غيكونش مشكل. صافي صافي، دونك هادي غنعملو على شكل ايدونتيتي ريماركابل، غتولي ايكغ موان اكس فاكتور ايكغ بلس اكس، وعاد مع ديك ايكغ موان اكس. يلا باش ما نزربش على هادي ندير لها هكذا، نعملو بهاد الفاكتور كوما، غتبقى فاكتور ايكغ موان اكس على داك المقام. هادي هي ايكغ موان اكس فوا ايكغ موان اكس اللي هي ايكغ موان اكس لو تو او كاري، غتبقى هنا ايكغ بلس اكس صافي على داك المقام. ا مو ايكغ او كاري هنا ا مو اكس ايكغ. ما نساوش بان اكس و ايكغ راه هما طونجونت ا سيغ دو طونجونت بي سيغ دو، وخدينا ا اي بي من الانترفال اوفير 0 بي سيغ دو بي سيغ دو، بان تاديك بحال موان. اذا ا سيغ دو بي سيغ دو غادي يكون في الانترفال اوفير 0 بي سور 4. اذا بناء على هذا الامر كنلاحظوا بحال قبيله بان الطونجونت ا سور 2 غادي يكون محصور قطعا ما بين 0 و 1، نفس القضيه الطونجونت بي سور 2 محصور قطعا ما بين 0 و 1. اذا هذا الشيء غيعطينا بان ان مو اكس او كاري ستريكتومون بوزيتيف، ان مو ايكغ او كاري ستريكتومون بوزيتيف، وحتى هنا درنا البرودوي ديال هادو بجوج غيجينا محصور قطعا ما بين 0 و 1. اذا 1 موان لو برودوي ديال هادو غيكون حتى هو ستريكتومون بوزيتيف، ايكغ موان اكس لو تو او كاري شي حاجه اللي هي بوزيتيف ما عندناش ستريكتومون ماشي بالضروره، ثم هنا لا سوم ديال هادو اللي هما بوزيتيف، اذا غيعطينا شي حاجه اللي هي ستريكتومون بوزيتيف. المهم في الخلاصه ان هادشي كامل غادي يكون سوبيريور او ايكال 0، وبالتالي كنكونوا بينا الصيغه المطلوبه. انا في الحقيقه ما فكرتش في السؤال قبل ما نخدمه دابا، يعني شفت غير الصيغه في الاول وخساري نخدمها لان بانت لي صيغه تكون مزيانه، ما عطيتش راسي فرصه زعما ولا غير دابا حيت انا صراحه عيان دابا باش نخدم والليل دابا، ما عطيتش راسي فرصه باش نشوف واش ممكن نلقى بشي صيغه اسهل. دونك انت كتلميذ دابا يمكن لك دير واحد العمليه ديال البحث، دير معاها محاوله وشوف واش ممكن بشي صيغه معينه او بطريقه معينه توصل الجواب بطريقه اسهل، وهادشي راه تيكون ممكن في بزاف ديال التمارين، ممكن يطيحوا لك افكار باستعمال بعض الصيغ الى اخره وتطيح في الجواب بطريقه اسهل. مزيان، دونك دابا الثانيه الكبيره في الدرس غادي نشوفوا واحد النوع اخر من لي فورمول، طبيعه الحال عنده علاقه بما سبق هذا اكيد. هذا النوع الاخر شنو غنديروا فيه؟ غادي نديروا فيه ترانسفورماسيون ديال واحد البرودوي لنردو على شكل صوم، ثم غادي نشوفوا عاوتاني تعبير فيه على شكل اون صوم غادي نردو على شكل برودوي. تنقول صوم صوم يعني ديال تعبيرين فيهم السينوس وفيهم الكوسينوس، وملي كنقول برودوي نفس الشيء، برودوي ديال تعبيرين فيهم السينوس وفيهم الكوسينوس، او لا كوسينوس فوا كوسينوس او لا سينوس فوا سينوس. المهم اذا خدينا ا اي بي دو نومبر غيال غادي يكون عندنا غيكون عندنا لي فورمول سويفونت، بحال مثلا هنا كوس ا فوا كوس بي كتساوي ان دومي فاكتور كوس ا موان بي بلس كوس ا بلس بي. طبيعة الحال هادو انا ما كنصحكش نقولك زعما حفظهم هكا عند ظهر قلب، لان غيقدروا يتغلطوا لك هذا اكيد، صراحه اش كنتوقعوا بزاف. اللهم تكون عندك طريقه باش كتجبدهم طريقه ذهنيه، يعني انا مثلا كنكون خدام في شي حاجه وباغي نجبد لا فورمول اللي في اللي كتعطيني كوس ا فوا كوس بي اللي هي على شكل برودوي شحال كتساوي على شكل صوم، فاش كنبغي نجبدها راه كنمشي مباشره اولا نشوف الخطوات اللي كندير، كنقول كوس فوا كوس هاد لا فورمول كنشوفوها في الكوسينوس ديال ا بلس بي او لا ا موان بي، المهم ديال الكوسينوس هادي الاولى. ثم الا بغيت نجبدها شحال كتساوي
كنحط هاد لا فورمول هادي وهادي قدامي هكا في ذهني، كنتخيل راه بحال كنشوفهم مكتوبين، كنشوف قدامي كوس ا بلس بي، اي كنشوف ديك بلس كنفهم بان الوسط غيكون موا في الاخرى، يعني كوس ا كوس بي موا سينوس ا سينوس بي، عاوتاني الاخرى كوس ا موا بي كنقلب عاوتاني داك الموا كتولي كوس ا كوس بي، غتولي بلس دابا سينوس ا سينوس بي. صافي اذا بغيت كوس ا كوس بي كيبان لي اش غندير، واش غندير الجمع ولا الفرق ديال دوك التعابير، فهم؟ بما ان ديك الناقص كاينه الوسط، يعني كوس ا كوس بي موان سينوس ا سينوس بي، هاي الناقص كاينه الوسط، والاخر كاين الوسط عنده الزائد، اذا غندير الجمع باش يتختزل لي اللي فيهم السينوس ويبقاو لي فقط اللي فيهم الكوسينوس، غير ورد البال ان اللي فيهم الكوسينوس غيبقاو لك جوج المرات، اذا مضروب فوا دو، وكيساوي لك لا صوم ديال كوس ا موان بي بلس كوس ا بلس بي، وهذيك دو اللي عندك مضروبه تما تقسم عليها في الجهه الاخرى. يعني هادشي كديرو دي هنا راه في واحد المده ربما كاملاش ثانيه او جوج ثواني كتعطي لها فورمي. صافي اذا بنفس الطريقه غادي دير الاخرين باش تحاول تجبدهم وتخدم بهم. هنا الفرق بين هادو سينوس ا فوا كوس بي، كوس ا فوا سينوس بي، انت في الحقيقه يكفي تضبط وحده فيهم، لان نقدروا نقولوا هذه راه هي هذه في الحقيقه، ايش شنو درنا؟ بدلنا غير السميات، يعني عوض ما نسميوه هذا ا اللي وسط السينوس، عوض ما نسميوه ا هنا سميناه بي، وهذا اللي وسط الكوسينوس عوض ما نسميوه بي سميناه ا. يعني الفرق ماشي في قضيه ان سبقنا الكوسينوس هو الاول وهذا هو ماشي هو الاشكال، لان الضرب تبادلي ما عندناش مشكل، لو برودوي راه كوميتاتيف، لكن بحال بدلنا السميات دونك ماشي بالضروره تضبطهم جوج، يعني وحده فيهم راه كتعرف تخدم بها، فهم؟ اذا خصنا نضبطوا لا فورمي ديال كوس ا فوا كوس بي، لا فورمي ديال سينوس ا فوا سينوس بي، هذه في الحاله الاخرى كنديروا فيها الفرق، خصك ترد البال شكون التعبير الاول عاد موان الثاني، اذا خصك ترد البال، وهادو اللي فيها برودوي ما بين سينوس وكوسينوس. اذا غادي ناخذ هاد ليكزومبل هذا، غادي نحاولوا نحسبوا كوس 16 بي ديفيزي بار 12 فوا كوس 5 بي ديفيزي بار 12. طبيعة الحال لو كان كنت قادر نحسب هاد الكوسينوس بوحدو وهذا بوحدو غادي نعوض، لكن هادو ماشي من هادوك لي زونغل اللي هما اعتياديين، اذا غنحاول ما امكن نرد هادشي على شكل الصوم ونشوف شنو غادي نلقى في النتائج. اذا هنا كتحاول تسترجع دوك لي فورمول، دونك كوس ا فوا كوس بي داكشي دي هنا ونجبدها، غتعطينا لا فورمول اللي هي هكا، اذا كتساوي ان دومي فوا كوس ا موان بي، شكون ا وشكون بي متيهمش لان الكوسينوس راه سيتي فونكسيون بير، اذا واخا تقلب هنا ماشي مشكل. اذا غندير 7 بي ديفيزي بار 12 موان 5 بي ديفيزي بار 12 موان 5 بي ديفيزي بار 12، ثم عندي بلس كوسينوس ديال مجموع ديالهم، 16 بي ديفيزي بار 12 بلس 5 بي ديفيزي بار 12 اللي كتساوي ان دومي فاكتور كوس، دونك الفرق عندنا 2 بي ديفيزي بار 12 اللي هي بي سور 6 بلس كوس، عندنا هنا 12 بي سور 12 هي بي. اذا كنحصلوا على دي زونغل هنا اللي هما بساطين، نقدروا نحسبوا الكوسينوس ديالهم، اذا ان دومي كوس بي سور 6 كتعطينا راسين دو 3 سور 2 بلس كوس بي هي موان زان، اذا الى جينا نوحدوا المقام كتعطينا راسين دو 3 موان 2 ديفيزي بار 4. طيب بقات لينا كذلك سينوس 6 بي سور 12 فوا كوس 5 بي سور 12، سينوس 6 بي سور 12 فوا كوس 5 بي سور 12. طبيعة الحال حتى واحد فيكم ما كنظن ان غيوقع له سهوا واحد الخطا، اللي غيحاول يقلب على ديك لا فورمي ديال سينوس 2 زا، ما يمكنش نديروها هنا لان بطبيعة الحال ما عندناش على شكل سينوس ا فوا كوس ا، ما عندكش نفس الا، فهم؟ اذا هنا 6 بي سور 12 و 5 بي سور 12، المهم باش نتفادوا هاد المسألة هادي. اذا هنا غترجع لي فورمي اللي فيهم سينوس فوا كوسينوس، هما لي فورمي ديال السينوس، ياك دي هنا غتحاول دير هاد القضية سينوس ا بلس بي اش كيعطيك، وكذلك سينوس ديال ا موان بي، اذا كيعطينا سينوس ا كوس بي بلس في السينوس كنحافظو على سين، دونك هنا سينوس بي كوس ا، هنايا عاوتاني سينوس ا كوس بي موان
سينوس بي كوس ا. انا عندي التعبير هادشي اللي قلت لكم قبيله، اعتبر هذا ا وهذا بي ولا اللي بغيتي. المهم اذا اعتبرنا على هذا الشكل، يعني هذا هو ا وهذا هو بي، اذا لا بغيت نحصل على هذا كم يساوي، كتلاحظ خصني ندير الجمع باش يتخذ هذا مع هذا. ملي غندير الجمع غتعطيني هذا بلس هذا، وهنا غتولي هذه فوا دو. اذا هنا ذهنيا كتحاول دير هذه القضيه، دونك سينوس ا فوا كوس بي ايغال ان دومي فاكتور الجمع ديال هادو، سينوس ا موان بي بلس سينوس ا بلس بي. اذا غادي نحاول نديرو هنا اذا ايغال ان دومي فاكتور سينوس، الفرق بيناتهم غتعطينا قلنا بي سور 6 ياك، بلس سينوس ديال بي اللي هو المجموع ديالو. اذا سينوس بي سور 6 كتعطينا 1 على 2، وهذه كتعطينا 0، اذا في الاخير ايغال 1 ديفيزي بار 4. واخا مزيان، دونك هادشي اللي عندنا في هاد ليكزومبل هذا. غادي نشوفو في لو دوزيام اكزومبل، مطلوب منا اننا نحلو هاد ليكواسيون في ار، يعني كوس اكس بلس بي سور 6 فوا كوس اكس موان بي سور 6 ايغال ان دومي. هذا مثال كيبين لنا الاهميه ديال تحويل برودوي الى صوم. علاش؟ لانه باش نحل ايكواسيون بحال هذا الشكل، لو كان كانت عندي هنا زيرو غادي يكون الامر سهل، لكن ما عندناش هذه القضيه هذه، لان ديك الحاله راه باين شنو غادي نقول، هذا ايكال زيرو ولا هذا ايكال زيرو، غادي نحلو ساهلين. دونك ملي ما كايناش هذه القضيه هذه، ما عندناش هنا زيرو، الحل الافضل هو نردو هادشي على شكل الصوم ديال تعبير فيه الكوسينوس، وديك الساعه غتبان لنا البساطه ديال التعبير اللي غتولي. دونك سوا اكس ابارتيان ار، اذا اللي سمينا هذه سميناها او، دونك او تتكافئ بان دونك هذه بطبيعه الحال غتمشي تجبد لا فورمول كوس ا فوا كوس بي هي ان دومي فاكتور كوس ا بلس بي بلس كوس ا موان بي، او لا بدا باللي فيها موان مكاينش مشكل. اذا اكس بلس بي سور 6 موان اكس غتولي هنا بلس بي سور 6 ياك بلس كوس، دابا درنا الفين موان دابا غنديرو الفين بلس اكس بلس بي سور 6 بلس اكس موان بي سور 6 ايغال ان دومي. هي كتكافئ، دونك نختزل بهادشي. هنا كتبقى كوس بي سير 3 بلس كوس 2 اكس ايغال، عفوا ماشي زيرو، ايغال ان. اذا فهذا يكافي بان كوس 2 اكس، بلاتي نشوف بعض الصيغ، كوس بي سير 3 كتعطينا ان دومي، واخا من الافضل نعوضو باش تجينا ان موان زان دومي، دونك ان موان زان دومي هي ايغال ان دومي، هي ايغال كوس بي سير 3. واخا مزيان، هنا غادي نعطيو مجموعة الحلول بالطريقة التالية. اذا 2 اكس ايغال بي سير 3 بلس 2kp او بيان 2x ايغال موان بي سير 3 بلس 2kp حيت ك ابارتيان زد. كافي بان x ايغال بي سير 6 بلس kp او x ايغال موان بي سير 6 بلس kp بحيث ك ابارتيان زد. Alors, l'ensemble des solutions, il y a l'ensemble de l'adalic qui va être pi sur 6 plus kpi moins pi sur 6 plus kpi. Et k apporté à z. Mais il y a un peu de temps pour faire l'exemple. On va faire un peu de temps transformation de somme en produit. وحتى هي عندها مكانتها في الاستعمالات في التمارين، يعني عندها فوقاش كنحتاجو نحولو الصوم على شكل برودوي، وهذا غيكون في بعض الحالات في ديزيكواسيون كذلك نقدرو نشوفو بعض الامثله. المهم اذا سوا بي اي كيو دو نومبر غيل اون لي فورمي سويفونت،
إذن إلا عندي تعبير على شكل كوس بي بلس كوس واحد العدد آخر اللي هو كو، يمكن لينا نحوله على شكل برودوي بهذه الصيغة هذه. دابا انت خصك يطرد البال ان لي فورميل كامل اللي شفنا راه ما عمرنا ما شفنا شي وحده فيهم كتعطينا كوس ا بلس كوس بي شحال كيساوي، لا ما عمرنا شفنا هذه. اللي شفنا فقط هو كوس ديال ا بلس بي، هكذا هذه اللي شفناها شحال كتساوي، اما هذه ما شفناهاش. اذا هاد لا بروبوزيسيون هي اللي كتجاوبنا دابا على هاد القضيه هذه، فهم؟ مزيان. اذا الا بغينا نشوفو بروف ديال هاد الشيء هذا، غادي ننطلقوا من هاد المرحله. لاحظ معايا مزيان، شفنا عاد قبيله شفنا الحاله اللي كنحولوا فيها برودوي الى صوم، ولكن كانت عندنا بهذه الطريقه مثلا كوس ا فوا كوس بي ياك ايغال ان دومي فوا كوس ا موان بي بلس كوس ا بلس بي. اذا هذه راه سيت اون فورمول اللي كتحول لينا برودوي للصوم، هي نفسها غنحاولوا نستغلوها باش تولي العمليه عكسيه، يعني تحول لينا الصوم الى برودوي. كيفاش خصني ندير؟ خصني نضرب هنا فوا دو، لاحظ دو فوا كوس فوا كوس. اذا غادي نضرب فوا دو بان غتولي عندي كوس ا موان بي بلس كوس ا بلس بي ايكالا دو فوا كوس ا فوا كوس بي. ثم غادي نوضعو اون بوز ا كتكتب على شكل او لا نمشيو بطريقه زعما افضل، حيت اللي غادي نجيبو جديد هو اللي نوضعو شحال كيساوي. دونك غنوضع بي ايكالا ا موان بي اي كيو ايكالا ا بلس بي. الوغ في هاد الحاله هادي شحال يصبح ليا كيساوي ا؟ الا بغيت نجبد ا غندير المجموع ديال هاد الشيء هذا ونقسم على 2، اذا ا ايغال ا بي بلس كيو ديفيزي بار 2 اي بي عفوا بي، غندير الفرق غندير هادي موان هادي. اذا لاحظ كيو موان بي كيو موان بي ديفيزي بار 2. هنا ما عندناش مشكل لان الكوسينوس راه سي سون فونكسيون بير، دونك سوا درتي كيو موان بي الوسط ولا بي موان كيو راه ما كاينش مشكل. المهم جي عوض دابا هادشي اللي وضعنا. لاحظ معايا كوس ا موان بي سميناها بي، هنا غنقول لك كوس بي بلس كوس ا بلس بي سميناها كيو كوس كيو شحال كتساوي؟ كتساوي دو فوا كوسينوس ديال ا، A هو ماذا؟ هو P plus Q ديفيزي بار 2 فوا كوس Q موان P. قلنا نديرو P موان Q ما كاينش مشكل لأن الكوسينوس سيت اون فونكسيون بار. إذا هذه لا ديمونستراسيون على هاد لا فورمول. بنفس الطريقة يمكن لك دير محاولات باش تبرهن على هذه وعلى هادو اللي بقاو هنا. المهم حاول تبرهن بعدة طرق، أي طريقة بانت لك. دابا راه اللي هو مهم في هاد الدرس ديال الفريغونوميتري، اي حاجه بغيتي تخدمها سواء اكزرسيس سواء شي بروبوزيسيون غدير لها لا ديمونستراسيون، فين ما تبان لك شي طريقه زيد جربها، جرب هذه وجرب، يعني برهن عليها بعده طرق مختلفه. بطبيعه الحال ما حدك في الدار وكتراجع وكتخدم، اما في الامتحان ديك الساعه خصك تقلب على الطريقه الاسهل، ولكن في الدار خدم بجميع الطرق وفكر في جميع الطرق وجرب جميع الطرق باش هكذا تتعمق مزيان في هذا الدرس هذا وكتضبط الامور ديالو مزيان. صافي، اذا باش تكون تتبازا مزيان ان شاء الله العمر اللي غتجيك من بعد. طيب اذا اللي فهمين الاخرين تنظن واضحين، نشوفوا هاد ليكزامبل هذا. اذا في هاد ليكزامبل مطلوب منا نكتبوا هاد التعابير هادو سو فورم دان برودوي. صافي، اذا هادو على شكل دي صوم وغادي نحاولوا نكتبوهم على شكل برودوي. اذا بالنسبه لهاد ا سوا اكس بارتينا R لدينا. إذا لاحظ معايا عندي سينوس X بلس سينوس 2X بلس سينوس 3X باش نردهم على شكل برودوي. إذا خصني نخدم بهاد لي فورمول مثلا ديال سينوس بي بلس سينوس كو، هي كتجينا على هاد الشكل هذا، ولكن الاشكال شكون فيهم اللي غنعتبرو بي وشكون اللي غنعتبرو كو، بحيث ينفعني في داك التعميل اللي خصني ندير من بعد.
لان غنخدم بجوج تعابير، يلا غندير تعميل واحد غيبقى لي واحد فيهم شايط، دونك خصني نفكر ونشوف شكون اللي غيكون مناسب اكثر. اذا درنا هذا هو بي وهذا هو كيو، شنو النتيجه اللي غنحصلوا عليها؟ غادي نحصلوا على 2، لاحظ معايا ياك، فوا سينوس فوا كوسينوس ديال ماذا؟ بي بلس كيو ديفيزي بار 2، دونك اكس بلس 2 اكس على 2 اللي هي 3 اكس على 2، وهنا عندك 3 اكس، اذا ما يمكنش لك تعمل من بعد مع هذا. ولا درتي الفرق غتجيك اكس موان 2 اكس اللي هي موان اكس ديفيزي بار 2، حتى هي ما غتنفعك في والو. اذا الافضل ما نمشيش بهذا الاتجاه ونجرب الاخرى. اذا اعتبرت هذا بي وهذا هو كيو، لاحظ معايا فاش غنديرو الجمع ديالهم، بي بلس كيو غتعطيك هي 4 اكس ديفيزي بار 2 اللي هي 2 اكس، وهنا ديجا عندك سينوس 2 اكس، اذا هذه الافضل. اذا غنمشي على الاساس، اذا هي سينوس اكس بلس سينوس 3 اكس بلس سينوس 2 اكس اللي هي كتساوي اذا 1 دومي فاكتور، ولا نخلي غير هكذا. دونك هي سينوس بي بلس كيو ديفيزي بار 2 فيها باس تكتب لا فورمول تبين عاد تطبق، فوا كوسينوس صافي بي موان كيو ديفيزي بار 2. شكون بي شكون كيو ما تهمش، لان الفرق اللي غندير وصل كوسينوس، كوسينوس داله زوجيه، يعني نكتب انا 3 اكس موان اكس ما كاينش مشكل، ديفيزي بار 2 بلس سينوس 2 اكس، اذا ايكال 1 دومي فوا سينوس 2 اكس فوا كوسينوس، هنا غادي هنا 2 اكس ديفيزي بار 2 هي اكس بلس سينوس 2 اكس، خاصها تكون هنا 2. المهم ثم غادي نعملو دابا بهاد سينوس 2 اكس، غتبقى 2 فوا كوس اكس بلس 1، هذا راه على شكل برودوي، دونك ما كاينش شي سبب علاش نعاودو نخدمو على هذا، مفهوم؟ دونك صافي هذه الصيغه النهائيه. الى غنشوفو دابا ديال بوتي بي، عندنا 1 بلس كوس اكس بلس كوس 2 اكس بلس كوس 3 اكس، اذا 1 بلس كوس اكس بلس كوس 2 اكس بلس كوس 3 اكس. خص واحد شويه ديال الملاحظه، لان عندك الحق تخدم على كل جوج تعابير بوحدهم، تحاول تكتبهم على شكل برودوي، وما بين التعبير الاول والثاني اللي غتحصر عليهم خصك تلقى عاوتاني واحد الفاكتور كوما، اذا هنا خصو يكون عندك واحد البعد نظر ديال شكون هاد التعابير اللي غتختارهم تخدمهم مع بعضهم، فهم؟ طيب مثلا ديك ان، داك الان باش نشوف كيفاش نتعاملوا معاه، اذا مشينا على اساس ان بلس كوس اكس، فهو لاحظوا اذا مشينا هذا على اساس كوس ديال 2 فوا اكس على 2، دونك غتعطينا هي 2 فوا كوس او كاري ديال اكس على 2، نحاول نكتب هنا غتعطينا 2 فوا كوس او كاري ديال اكس على 2. واش هادي غتقدر تنفعنا في شي حاجه؟ ما غتنفعنا في حتى حاجه في الحقيقه، لان ما هادو فيهم 2 اكس و 3 اكس، دونك ما كاين يعني بعيد بزاف باش نستافدو منه، اذا نخليو هادي. اذا مشينا شفنا هادي كوس 2 اكس مثلا، هي اللي نعوضها، غتعطيني هي 2 فوا كوس او كاري ديال اكس موان زان، هذيك موان زان مع بلس ا تختزل وغتبقى على الاقل 2 فوا كوس او كاري ديال اكس، وديجا عندك هنا كوس اكس، وعاد نشوفو ديك الساعه كيفاش نتعاملو معاها. يعني لاحظ غنمشي بهذا الشكل هذا، اذا ايكال 1 بلس كوس اكس بلس 2 فوا كوس او كاري ديال اكس موان زان بلس كوس 3 اكس، دونك نختزل هذا مع هذا. هذا يلا جبتو من هذا التعبير، اذا ما غنحاولش نخدم به تنخليه من بعد، دابا غنشوف، المهم على الاقل بان لي هنا كوس اكس كوس اكس، ولكن غنشوف دابا هذا مع هذا، نخدم ديك الصيغه ديال كوس بي بلس كوس كيو، مفهوم؟ اذا ندوزو للصفحه الاخرى نعاود نكتبو، واخا من بعد نرجعو لهاد ليكزومبل هذا، خليه نكمل هنا. اذا 1 بلس كوس اكس بلس كوس 2 اكس بلس كوس 3 اكس كيساوي، دونك قلنا غتبقى لينا كوس اكس بلس كوس 3 اكس بلس 2 فوا كوس او كاري 2 اكس، هادي كتعطينا هي 2 فوا كوس بي بلس كيو ديفيزي بار 2، اذا 4 اكس ديفيزي بار 2 هي 2 اكس فوا كوس بي موان كيو، دونك
divisé par 2 lié x. ثم عندي هنا بلوس 2 فوا كوس او كاري دو اكس. اذا بكل بساطه غادي ندير هي 2 فوا كوس اكس فاكتور هنا كوس 2 اكس بلوس كوس اكس. حتى هذه ما كاينلاش نعوضها، المهم لان قال لك ردها على شكل برودوي، دونك حنا ردينا على شكل برودوي. اذا بغيتي تزيد تخدم على هذه ممكن حتى هي في الحقيقه، المهم ترد على شكل كامله فيها برودوي ممكن، ولكن غير باش نجاوب على قد السؤال فهذا راه على شكل برودوي، ولكن نزيدو نخدمو على هذه كوس 2 اكس بلس كوس اكس. اذا 2 فوا كوس اكس فاكتور كوس بي بلس كيو عاوتاني بنفس الطريقه، عطينا هي 2 فوا كوس بي بلس كيو ديفيزي بار 2 دونك 3 اكس ديفيزي بار 2 فوا كوسينوس ديال x ديفيزي بار 2. اذا في الاخير عندنا 4 فوا كوس x فوا كوس x ديفيزي بار 2 فوا كوس 3x ديفيزي بار 2. هم نشوف صيغة اخرى، هذه اللي كنا جاوبنا عليها. دونك هذه بغيت نرجع نشوف زعما واش هي ممكن نديرو نفس القضيه، لكن في الحقيقه تبقى ممكن حتى هي نقدروا هاد الشيء نردوه على شكل برودوي. ممكن الطريقه التاليه، راح غادي نعمل بدو واخا نحيد هاد الشيء هذا، نقدروا نعملوا بديك دو، دونك هتخرج هنا دو فوا سينوس دو اكس، غتبقى لي هنا كوس اكس بلس ان دومي، غنعتبرها هي كوس بي سير 3. وبنفس الطريقة عاوتاني كوس بي بلس كو ديفيزي بار 2 فوا كوس بي موان كي ديفيزي بار 2. فهم دونك بلا ما نضيع فيها الوقت حتى هي تقدر ديرها. هادي لو كان الأستاذ مثلا بغا كلشي يكون على شكل برودوي، متبقاش ديك بلوس تبان هنا، ممكن نمشيو بهداك الأساس. واخا مزيان، غادي نشوفو ان دوزيام اكزومبل، هو أنه مطلوب منا لا غيزوليسيون في الانترفال 0 بي دو ليكواسيون كوس اكس بلس كوس 2 اكس سوبيريور او ايكال ا زيرو. باش نتعاملوا مع هاد ليكواسيون ما غاتجيناش هاد القضيه ديال ندير كوس اكس سوبيريور او ايكال موان كوس 2 اكس زعما نتخلص من موان الى اخره. المهم ما غتكونش شي حاجه اللي غتفيدنا مزيان، اللي غتكون معقده في النقاش ديالها. فالحل الافضل في هاد ليكواسيون هو اما، لاحظ معايا، اما نكتب كوس 2 اكس بدلاله كوس اكس ودير واحد الشونجمون دو فاريابل وغتولي عندي على شكل انيكواسيون دو دوزيام دوغري، او لهاد لا صوم اللي عندي هنا نردها على شكل برودوي، وفي البرودوي ساهل ندرس لو سين. فهم اذا سوا اكس ابارتي ان انترفال 0 بي، دونك غادي نسميوها اي. دونك اي تتكافئ بان، اذا هادي باش نطبقو ديك لا فورمول هي 2 فوا كوس p plus q donc 3x divisé par 2 fois cos 2x moins x lié x divisé par 2 supérieur égal à 0. Li qu'est-ce qu'on fait bien là, donc cos 3x divisé par 2 positif et cos x sur 2 positif, ou bien غادي يكون cos 3x divisé par 2 négatif et cos x divisé par 2 est négatif. خصنا نديرو هنا واحد الغابيل، ولكن في الحق بلاتي باش ما نعقدش الامور، باش ما نتكلمش على شي غابيل بشكل عام. انت في الدائره المثلثيه سيركل تريونغولير كتعرف اذا تكلمنا غير في الانترفال من موان بي حتى لبي، موان بي من هنا والدور ترجع هنا حتى لبي، فهاد الانترفال كتعرف دونك كيل انترفال تيكون كوس اكس، تنتكلم على كوس اكس بالضبط اكس، دونك سور كيل انترفال تيكون كوس اكس بوزيتيف وكذلك فوقاش تيكون نيجاتيف. اذا بغينا نحلو هاد لينيكواسيون ديال كوس اكس بوزيتيف، دونك غادي نشوف هنا اذا غتكون ابتداء من هاد الانترفال من هنا، يعني الانترفال غيبدا من هنا وحنا غاديين حتى لهنا اللي هو غيكون موان بي سيغ دو بي سيغ دو، ولكن هذا الاساس هادشي على الا كان عندك اكس هنا.
اما الا كنتي كتكلم على كوس ديال اكس ديفيزي بار 2 اش كتقول؟ كتقول باش يكون كوس اكس ديفيزي بار 2 بوزيتيف خص هاد الاكس ديفيزي بار 2 يكون في هاد الانترفال. يعني كتكتب هكا اكس ديفيزي بار 2 محصور ما بين موان بي سور 2 اي بي سور 2، وعاد كتقلب لينا على اكس من هنا دابا كضرب كلشي فوا 2، يعني كتجي اكس محصوره ما بين موان بي اي بي. فهمتي؟ يعني خصك ترضي باش شنو مكتوب عندك الوسط. اذا شنو بغيت نقول لك دابا من هادشي كامل؟ بغيت نقول لك اننا كنعرفو نحلو هاد النوع ديال الزين ايكواسيون اعتمادا على هاد لو سيركل تريونغولير، ولكن خصنا نردو البال شنو عندنا الوسط هنا. صافي، اذا سير معايا نشوفو هادشي. مزيان، اذا هادي يكافئ. نشوفو هادي كوس 3 اكس ديفيزي بار 2 يكون بوزيتيف، يعني يكون عندنا 3 اكس ديفيزي بار 2 كومبري اونتر موان بي سور 2 اي بي سور 2، عندنا او ايغال دونك حتى هنا ما كاينش مشكل. وفي نفس الوقت يكون عندنا اكس ديفيزي بار 2 محصور ما بين موان بي سور 2 اي بي سور 2. اذا هنا او 3 اكس ديفيزي بار 2، دابا حنا في الحقيقه خدامين في الانترفال 0 بي، ولكن ملي كنقولوا خدامين في الانترفال 0 بي هذا بالنسبه لاكس، اما ملي كنمشيو 3 اكس ديفيزي بار 2 الى اخره راه الانترفال كيتغير. على الاقل كان خصني نحيد الانترفال اللي هو نيجاتيف اللي فيه لي نومبر نيجاتيف بعد، على الاقل لانه يعني واخا تضرب فوا 3 وتقسم على 2 تتبقى عندك داك التعبير راه كاين في انترفال اللي هو فيه دي نومبر بوزيتيف، باش نتفاداو واحد التعقيدات هنا. اذا نمشيو على هذا الاساس ونحيدو هذا في الحقيقه. صافي، حتى هنا نفس الشيء. باش منين نجيو لهذا 3 اكس ديفيزي بار 2 حنا خدامين في الانترفال 0، هو 0 من هنا 0 حتى البي، غير في هذا الانترفال خدامين هنا. ملي غنضرب فوا 3 ونقسم على 2 لاحظ غتولي خدام في الانترفال 0 3 بي سور 2. يعني دابا بالنسبه لهذا غيكون تنتمي لهذا الانترفال 0 بي سور 2 2 بي سور 2 3 بي سور 2، يعني غتوصل حتى لهنا حتى لهذا بالنسبه لهذا العدد. يعني اذا بغينا نقولوا فوقاش تيكون كوس ديال 3 اكس على 2 نيجاتيف، اذا كان هذاك 3 اكس على 2 كاين في هذا الانترفال هذا من هنا وانت غادي حتى لهنا. علاش؟ حيت هو ممكن يوصل حتى لذاك الانترفال، ممكن يوصل حتى لهذه القيمه هذه. دابا هادشي في الحقيقه خصو واحد الكتاب واحد التوضيح، وانا كنشوف راسي طولت دابا في هذه الحصه. غنديرها بين قوسين، يلا ماشي مشكل، نديرها بين قوسين نكتب هادشي نكمل وعاد نشرح داكشي بين قوسين. المهم دونك غتعطينا هادي محصوره قلنا باش يكون نيجاتيف ما بين بي سور 2 اي 3 بي سور 2 اي نفس القضيه على اكس سور 2. باش يكون كوز ديال اكس سور 2 نيجاتيف دونك خص هذاك اكس سور 2 يكون في هذا الانترفال من هنا، ولكن ما وصلش حتى لهذا. غادي تشوف عاوتاني الا كان اكس في هذا الانترفال فاكس ديفيزي بار 2 فين غيكون؟ غيكون في الانترفال 0 سور 2 اللي هي 0 بي سور 2. واذا كان هذا في هذا الانترفال الكوسينوس ديالو راه دائما تيكون بوزيتيف. اذا تنعرف ان الكوس ديال اكس سور 2 دابا راه بوزيتيف، وفي نفس الوقت عندي هنا راه نيجاتيف، اذا فهذا يكفي بان اكس يساوي 0. بوزيتيف ونيجاتيف في نفس الوقت يعني كيساوي 0. اذا فهذا كيعطينا بان كوس اكس سور 2 ايكال 0، دونك اكس سور 2 ايكال 0 حتى هو، عفوا ايكال زعما بي سور 2. حنا خدامين في هذا الانترفال هذا دابا بالنسبه لهذا. اذا اكس سور 2 ايكال بي سور 2. فهم كان ممكن تلقاها على شكل انترفال وفي الاخر غدير واحد الانترسيكسيون. المهم ما عليناش، واخا دونك غنقلب على اكس هنا وهنا. اذا اكس غيجيني محصور اكبر من يساوي 0 من هنا، غنضرب فوا 2 نقسم على 3 غتبقى لي صغر من بي سور 3 اي اكس اكبر من يساوي 0 هنا اصغر من يساوي بي. غادي ندير الانترسيكسيون ما بين هادو بجوج و غنضرب كلشي فوا 2 ونقسم على 3، اذا غتولي بي على 3 هنا اكس هنا غتبقى لي بي اي اكس ايكال بي سور 2.
كان في الحقيقة باش نختصر، بصراحة انا ما اختصرتش حيت مشيت بهذه الطريقة هذه، حيت عرفتي علاش؟ لان ما خدمتش على الانترفال من الاول، لان بغيت نمشي بواحد الطريقة تحليلية وعاد في الاخر نشوف. ولكن دابا عاد انتبهت، وهذا نقدر نعتبره ماشي خطأ من درت حاجة غلطة، ولكن خطأ في اختيار المنهجية ديال التعامل مع التمرين. كان خصني نلاحظ بان في هذا الانترفال كوس اكس سور دو ديما غيكون بوزيتيف. عرفتي علاش؟ باش ملي غتقول هذا راه توجور بوزيتيف، اذا غيبقى لنا غير الحاله ديال هذا اللي غيكون بوزيتيف. انا غنعاود نخدم معكم بطريقه اخرى بهذه تكون مختصره وواضحه مزيان، واخا طولت بزاف ما بغيتش نحيد هادشي ونعاود في المونتاج وهذا، المهم باش تستافدوا من هذا النقاش الاول. المهم نكمل بعد الحل ديالو ونرجع لهذيك. اذا هنا الانترسيكسيون كتعطيك هنا انترفال 0 بي سور 3، اذا اكس غيكون ابارتي ان انترفال 0 بي سور 3 اونيون، هادشي اللي غيجينا عاوتاني من هنا. هنا غدير الانترسيكسيون بيناتهم من بي سور 3 حتى لبي، هاد الانترفال، وغدير لي التقاطع مع لو سانغلو طون بي سور 2، غيعطيك لو سانغلو طون بي سور 2. اذا غنديرو اونيون لو سانغلو طون بي سور 2، اذا لونسومبل دي سوليسيون ندير هاد ليكواسيون غتكون هي l'intervalle 0 pi sur 3 union le single temps pi sur 2. واخا الطريقه الاخرى قلنا هذيك اي تتكافئ بانه 2 فوا كوس 3 x sur 2 فوا كوس x sur 2 supérieur égal à 0. غادي نرجع للصوره نقول لدينا x appartient à l'intervalle 0 pi. الوغ هذه كتجيب لنا على الملاحظه، الوغ اكس ديفيزي بار 2 محصور ما بين 0 اي بي سور 2، امبليك بان كوس اكس سور 2 اكبر من كوس 0، او لا المهم كوس سينوس راه سيت اون فونكسيون ديكروسونت في هذا الانترفال. كوس 0 هي 1، كوس بي سور 2 هي 0. دونك هادشي اللي وصلنا ليه شنو تيكافئ؟ اي تتكافئ. عندنا جوج الحالات، في الحالة إذا كان هاد الكوسينوس، لاحظ معايا مزيان رد معايا البال، إذا كان هذا ستريكتومون بوزيتيف، إذا كان ستريكتومون لأن راه ديجا لقيناه بوزيتيف ولكن غناقشو، إذا كان ستريكتومون بوزيتيف فإي كتكافئ بأن هذا غيكون بوزيتيف، يعني كوس 3x ديفيزي بار 2 بوزيتيف. او بيان غيكون هذا ايغال ا زيرو، اذا كان هذا نول فهذا لا يمنع من ان هذا يكون نيجاتيف، فهمتي؟ حيت اذا كان هذا ايغال ا زيرو دونك هذا واخا يكون نيجاتيف، شي حاجه شي نومبر نيجاتيف فوا زيرو ايغال ا زيرو. مزيان، وفوقاش هذا غيكون ايغال ا زيرو؟ غيكون تساوي زيرو وحنا خدامين في هذا الانترفال، في الحاله اذا كان اكس سور 2 ايغال بي سور 2، يعني اذا كان اكس ايغال بي، ولا كان اكس ايغال بي شنو هي لا فالور اللي ياخذ هذا؟ فهمتي؟ حنا بلا ما نقلب على فالور ما يهمناش، المهم عرفت بان اما غيكون عندي هذه النتيجه واما غيكون عندي اكس ايغال بي. بانت شي حاجه ماشي هي هذيك في الحقيقه. ملي شفت لقيت راسي راه انا غلطت هنا في هذه، خصنا بي ولكن ماشي بي سيغ دو، حيت انا حيد دو ما حيدتش هذه. المهم انا كما قلت لكم قبيله راني خدام دابا راه الليل، ما شحال في الساعه دابا، هي راه عندي راه الطابليت ناقصه بساعه، دونك راه الوحده قسمين هادي والتعب وبزاف ديال الضغوطات، فراكم عارفين يعني التركيز صعيب باش يكون التركيز في درجه مزيانه. المهم دونك هنا غادي تكون بي صافي، حيت هنا بطبيعه الحال خصنا نلقاو نفس النتيجه. اذا هادي دونك الا كملنا هنا غتكون عندي 3 اكس سيغ 2 كبر من 0، وهنا صغر من 3 بي سيغ 2. اذا اعتبرنا هذا العدد كاين في هذا الانترفال، فوقاش الكوسينوس ديالو غيكون بوزيتيف، غيكون من 0 حتى لبي سيغ 2، فهم؟ دونك تكافئ بان 3 اكس سيغ 2 كبر من 0 اصلا يساوي 3 بي سيغ 2، او لا عفوا هنا بي سيغ 2 في هذا. ou bien x égale à pi.
صافي هنا غنقلبوا على اكس وغادي نلقاو نفس النتيجه، يعني اكس محصور ما بين بي سير 3 0 بي سير 3 و اكس ايكال بي. دونك اس ايكال لانترفال 0 بي سير 3 اونيون سينغل طون بي سير 2. طب الحل على بي سير 2 ما كاينش في هذا الانترفال. صافي مزيان، دونك نتمنى النقاش يكون واضح مزيان في هذا الشيء هذا. دابا الفقره الاخيره في الدرس غادي نشوفوا فيها واحد الصيغه راه شفناها قبل، غير هي نخدموها بطريقه شويه مختلفه. الفقره هذه غنشوفوا فيها لا ترانسفورماسيون ديال واحد التعبير مكتوب على شكل ا فوا كوس اكس بلس بي فوا سينوس اكس، اللي هو اساسي او لا مهم هو يكون هنا اكس اكس نفس الاكس، وهنا كيلكو سوا اي بي من اغ. طبيعه الحال ا كونديسيون ديال ان يكون لو كوبل ا بي كيخالف لو كوبل 0 0، حيت الا كان 0 0 فهادشي غيساوي 0 بطبيعه الحال، وغيكون هذا النقاش بدون اهميه. اذا لا بروبوزيسيون اللي عندنا كتقول لنا بانه في هذه الحاله il existe un réel alpha tel que a fois cos x plus b fois sinus x كيساوي لا راسين دو ا او كاري بلس بي او كاري فوا كوس سينوس اكس موان الفا. الفا هو اللي دخل في هذا التعبير كامل، نعد مع يعني عد دخل جديد هذا التعبير. اذا خصنا نشوفوا شنو علاقته مع هذه الاعداد هذو، العلاقه هي ان كوس الفا تساوي هو ا ديفيزي باغ لا راسين ديال ا او كاري بلس بي او كاري، سينوس الفا كيساوي هذا التعبير هذا. المهم هادشي خصنا نناقشو معاكم في حقه باش تفهموه. عاد نرجعو نشوفو هاد ليكزومبل هذا. الطريقه اللي غنشوفو هي كالتالي، لاحظ معايا، اذا خدينا ا فوا كوس اكس بلس بي فوا سينوس اكس، هنا غادي نحاولو نعملو بهاد التعبير اللي هو لا راسين دو ا او كاري بلس بي او كاري، اللي هو نون نول بطبيعة الحال على حسب لا كونديسيون اللي خدينا. فهو كي غيعطينا هذا عامل ا ديفيزي باغ لا راسين ديال ا او كاري بلس بي او كاري فوا كوس اكس بلس بي ديفيزي باغ لا راسين دو ا او كاري بلس بي او كاري فوا سينوس اكس. هنا غادي تنتبهوا معايا لهاد جوج ديال الاعداد شنو كيحقوا لينا. لاحظ هذا وهذا، اولا كيلكو سوا ا اي بي من اغ، كتلاحظ بان ا ديفيزي باغ لا راسين دو ا او كاري بلس بي او كاري كومبري اونتر موان زان اي ا، يمكن لك تبرهن على هذه بسهوله. وكذلك بي ديفيزي باغ لا راسين ديال ا او كاري بلس بي او كاري كومبري اونتر موان زان اي ا. نزيدك حاجه اخرى، بحكم ان لا فونكسيون كوسينوس راه سي اون فونكسيون لي بيجيكتيف دو ار، عفوا ماشي من ار كامله، نسيت راسي في الحقيقه. خصنا ناخدو الانترفال التي نختار الانترفال مثلا على الاقل 0 بي، فهم بيجيكتيف دو الانترفال 0 بي، نفتحو من هاد الجهه هادي باش ما يتعاودش 0 مع بي، vers l'intervalle moins 1, 1. هنا غادي يكون فيرمي باش ندخلو هذيك الموانز 1. المهم راه سيتي لابليكاسيون بيجيكتيف من هنا. الوغ اي عدد كاين في هذا الانترفال عنده او موان ان انتيسيدون، او لا عنده ان انتيسيدون اونيك، لان تكلمت على سيتي لابليكاسيون بيجيكتيف. اذا الى اكزيست واحد العدد الفا من هاد الانترفال هذا، و الا كان من هاد الانترفال ما فيها باس نقول الفا ابارتي ان ار، فهمتوا ما كاينش مشكل. اذا بحيث غيكون عندنا كوس الفا كيساوي داك العدد اللي هو ا على لا راسين ديال ا او كاري بلس بي او كاري. نفس القضيه اذا شفنا لا فونكسيون سينوس سي اون ابليكاسيون بيجيكتيف دو لانترفال، مثلا غادي ناخذ موان بي سور 2 بي سور 2 ياك فيغ لانترفال موان زان ان. بما ان هاد العدد محصور ما بين موان زان اي ان، الوغ الى اكزيست واحد العدد اللي غادي نسميوه بيتا، بيتا كاين في هاد الانترفال، و الى كاين في هذا ما فيها باس حتى هو نقولو ينتمي لار، بحيث السينوس دابا بحيث السينوس ديال بي سيغ اولا العياء صراحة أثر عليا بزاف واحد الدرجة،
تقريبا ما عمري خدمت شي مره وانا داير هكذا. على كل حال سينوس بيتا كيساوي بي سور لا راسين ديال ا او كاري بلس بي او كاري. حتى لهنا الامور واضحه، لكن شنو الحاجه اللي غتخليني نقول داك بيتا اللي عندي هنا راه هو نفس هذا الالفا، بحكم ان التعبير ذو علاقه مع التعبير. ملاحظه الثانيه اللي غتخليني نقول هذا بيتا راه هو نفس هذا الالفا، هو كون انه اذا شديتي هذا العدد اوكاري زائد هذا اوكاري لاحظ شنو غادي يعطيك. اذا ا ديفيزي بار لا راسين دو ا اوكاري بلس بي اوكاري لو تو اوكاري بلس بي على لا راسين ديال ا او كاري بلس بي او كاري لو تو او كاري. لما غتنشر تلقى المقام واحد وتبسط غتلقاه يساوي واحد. اذا كوس او كاري دو الفا بلس سينوس او كاري دو بيتا كيساوي واحد. دونك هذا اضافه لدوك المعطيات الاخرى كيخلينا نستنتج بان بيتا غيكون تساوي الفا. فهم، ولهذا وصلنا لهذه النتيجه. اذا A فوا كوس إكس بلس B فوا سينوس إكس. إذا عملتي بلا راسين دو A أو كاري بلس B أو كاري، فالعدد المعامل الأول اللي عندك هنا فيمكن لك تكتبه على شكل كوس ألفا، ولكن يبقى فوا كوس إكس. ثم عندنا بلس عاوتاني الآخر غتكتبه على شكل سينوس ديال نفس ألفا فوا سينوس إكس، ثم تستعمل لي فورمينيشن اوف الضرب. اذا جيت تكتب على شكل لا راسين ديال ا او كاري بلس بي او كاري فوا كوسينوس، غتولي هنا المواياك ديال اكس موا الفا. اذا هاد لا فورمول كتساعدنا في كتابه المجموع على هاد الشكل اللي فيه هاد لي كونفيسيون هادو على هاد الشكل هذا. صافي، اذا غادي نشوفوا ليكزامبل اللي عندنا. فهاد ليكزامبل مطلوب منا لا ريزوليسيون ديال هاد لينيكواسيون في الانترفال موان بي سور دو بي سور دو. طبيعة الحال اكس زعما اللي كاين في هاد الانترفال. اذا كوس دو اكس موا راسين دو تروا فوا سينوس دو اكس. اذا كوس دو اكس موا راسين دو تروا فوا سينوس دو اكس. خصنا نناقشو هاد الحالة ديال ان اكبر من يساوي واحد. اذا الانترفال موان بي سور دو بي سور دو موان بي سور دو sur 2. Donc en gros, soit x appartient à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Ou le haja on va essayer de faire ça c'est ce que j'ai fait dans le débat. Donc il y a cos 2x moins racine de 3 fois sinus 2x qu'est-ce que c'est. On va faire la racine carré de a au carré qui est 1 بلس بي او كاري اللي هو هذا. اذا غتولي هي 1 بلس 3 اللي هي 4 بحال عملت ب 2 يعني. دونك هادشي تقدر تحسبو ذهنيا تعمل ب 2. واصلا هنا راه من بعد غتولي تجيك ساهله لان راسين 3 ما كتصلح الا تقسمها على 2 باش تلقاها هي الكوسينوس او السينوس ديال شي وحده من دوك الزوايا اللي كنعرفو. اذا غادي نعمل ب 2 غتولي هنا 1 دومي كوس 2 اكس موان راسين 3 سيغ 2 فوا سينوس 2 اكس. هنا عندك الاختيار تقدر هاد تقدر هاد ان دومي تعتبرها هي كوس بي سير 3 وهذه سينوس بي سير 3 وتولي كوس فوا كوس سينوس فوا سينوس، اولا تعتبر هذه سينوس ديال بي سير 6 وهذه كوس بي سير 6 باش ديك سينوس فوا كوسينوس سينوس فوا كوسينوس تعطيك لا فورمول اللي فيها سينوس. اذا على حسب شنو محتاج انت في الاخر. فهم، اذا انا غنمشي على الاساس دونك 2 فوا كوس بي سير 3 فوا كوس إكس موان سينوس بي سير 3 فوا سينوس 2 إكس. نسيت هنا 2 بهذا الشكل اللي هي كتساوي في الأخير 2 فوا كوسينوس غتقلب لو سين غتولي بلوس. إذا 2 إكس بلوس بي سير 3. ألوغ هاديك لي ليكواسيون نسميوها إي كتكافئ. إذا هادشي كيعطيني 2 fois cos 2x plus pi sur 3 supérieur ou égal à 1. Et qu'est-ce qu'a fait bien cos 2x plus pi sur 3 supérieur ou égal à 1 demi. L'adéna x m'assure blasé ou à 1 donc moins pi sur 2 dans le balachi
ça m'a mis moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors, là, il y a 2x. محصورة ما بين موان بي اي بي دونك غادي نزيد عليها بي سير 3 دونك 2 اكس بلس بي سير 3 اذا موان 3 دونك موان 2 بي سير 3 وهنا غتولي 4 بي سير 3 يعني غنعتبر ان هذا العدد كاين في هذا الانترفال وغادي نمشي نعتمد على لو سيركل تريونغولير الدائره المثلثيه ونحاول نشوف فوقاش تيكون الكوسينوس ديال هذا في هذا الانترفال اكبر من يساوي 1/2 اذا الكوسينوس كيساوي 1/2 هنا بحيث هنا الحاجه تكون بي سير 3 موان بي سير 3 ثم خصني نشوف فين عندي هاد الانترفال اذا موان بي سير 3 موان 2 بي سير 3 غتكون هنا بحيث انها غتكون موان زان دومي اذا موان 2 بي سير 3 ونبقى غادي حتى 4 بي سير 3 بي سير 3 2 بي سير 3 3 بي سير 3 4 بي سير 3 غنجي حتى لهنا نيت يعني بحال خدام في لو سيركل كامل غير هو غنبدا من هنا وانا غادي صافي اذا من هنا وانا غادي كنوصل لهاد النقطه ابتداء من هنا تيولي الكوسينوس اكبر من يساوي 1/2 كيجينا هنا اذا في لونسوم دي سوليسيون غادي نلقاو او لا عفوا ماشي المهم غادي نلقاو زعما بان لا سي خصني نرجع دابا نخلي شي اونتر بارونتيز هادي ديال هادي يكافئ الكوس ديال هذا كون 1/2 يعني ان هذاك العدد اللي هو 2 اكس بلس بي سير 3 كاين في هذا الانترفال من هنا من موان بي سير 3 وانا غادي موان بي سير 3 وغادي غادي غادي نحتل بي سير 3 صافي هادشي اللي كاين اذا يبقى لي هنا واحد ليكواسيون سهله نلقى فيها اكس اذا غادي نقص هاد بي سير 3 دونك 2 اكس دونك موان 2 بي سير 3 هنا تولي 0 نقسم على 2 يعني اكس محصور ما بين موان بي سير 3 اي 0 اذا لونسومبل دي سوليسيون اس ايغال لانترفال موان بي سير 3 0 فهم هذه اللي فيها ستريكتومون فين كانت هذه ما بقى عندنا حتى شي معنى لان فاش بغينا نقلبوا على لونسومبل دي سوليسيون هذا ما داخلش اصلا دونك لهذا ما راعيناش لها القضيه ديال سوبيريور ستريكتومون لهذيك القيمه طيب دونك هادشي اللي عندنا في الدرس ديال لا تريغونومتري كتحاول كتلاحظوا بانني كنكثر في لي زيكزامبل كناقشهم بزاف كنحاول ما امكن تكون فرصه للمناقشه ديال الدرس وفي نفس الوقت نتعرفوا على بعض الافكار اللي كنحتاجوها في التمارين ولكن هذا ما كيعنيش اننا زعما شفنا كل شيء اللي في التمارين فكيبقاو الحصص ديال التمارين مهمين باش نضبطوا الدرس بشكل اكبر وندربوا على مختلف الوضعيات ان شاء الله.